السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام اينما كنتم هذه اجمل واطيب تحيه نبعثها لكم من استديوهات قناتكم قناه الريان الفضائيه في هذه الاطلاله التي نقدم لكم من خلالها مواكبه لاحد ابرز السباقات سباقات الهجن العربيه الاصيله وهو مواكبتنا او تحديات نشهدها ونستمتع بل نتشرف بان نتابعها الحديث عن مهرجان سيدي حضره صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني يحفظه الله ويرعاه هذا المهرجان بل هذا العرس التراثي الكبير المقام هنا في ميدان الشحانيه هذا الحدث الذي ياتي بالتوصيات والتوجيهات الكريمه من سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه انطلقت المنافسات في هذا اليوم الرابع من شهر فبراير ب اشواط اللقايه والحقائق للانتاج فكانت الاثاره هي العنوان السائد في هذا اليوم بعد التحيه بكم يسرني ان احيي زملائي الحاضرين معي في هذه الحلقه سهيل بن بطي بن غراب الكتبي احد نجوم التحليل في عالم سباقات الهجن والتحية موصولة أيضا بالزميل والأخ حمد بن علي بن جرحب المري المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية وكذلك التحية بالأخ والزميل سالم بن سعيد بن حضير المكتبي المحلل الفني لسباقات الهجن والمهندس حمد بن بطي الاغفلي وسعيد بن عامر البرطماني وعبيد بن علي السناري وسعيد بن خالد الشواني ونرحب بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام عبر مداخلاتكم ومشاركاتكم على وسم برنامج جندر سكور الريس على تويتر وعلى الانستغرام المجال مفتوح امامكم للمشاركه والمداخله معنا في برنامجكم برنامج الريس عبيد اليوم كانت ضربه البدايه اليوم الاول من هذا المهرجان المنتظر المهرجان المرتقب كيف وجدت عناوين هذا اليوم بفترته الصباحيه مع سن الحقائق والمسائيه مع سن اللقايا في البدايه نمسي عليكم بالخير ونمسي على المشاهدين الكرام ونقول اسعد الله مساءكم كل خير بصراحه يا ابو محمد شفنا في الفتره الصباحيه 20 شوط لسن الحقائق والفتره المسائيه 10 شوط لسن لقاء الانتاج وبرزوا المنتجين وانتاجهم في الفتره الصباحيه وكذلك في الفتره المسائيه اعتقد ان حلالهم قالي عندهم وزاد قلق خصوصا الحلال لليله انتزع رموز وانتزع سيارات في الفتره الصباحيه والمسائيه ابرز العناوين في الفتره الصباحيه كان الجو يعني غير ملائم للتوقيت بالذات شفنا حاجز الست انكسر من ان ثلاث مطايا صحيح 56 و57 و59 ابرز العناوين عوايد وكذلك القعود اللي اسمه مروج صراحه شفنا منافسه للامتار الاخيره بالنسبه لسن اللقايا شفنا سمحه يعني خاضت منافسه قويه استلمت مقدمه الشوط من, من تقريبا نص المسافه انهت نهاية قويه وجات منفرده بعيده كل البعد عن بقيه اللقايا يمكن اللقية اللي أنا أشوف أنها يعني علامة فارقة في الركض ككل اللي هي سمحة اللي شفناها في هذا المساء بحيث أن مطية الهواء وتنهي النهاية ذي كلها وتمسك زمام الأمور من, من انتصاف المسافة أنا أتوقع الناقة هذه كفيلة أن احنا نشوفها في أشواط الرموز لأصحاب السمو الشيوخ ناقة قوية توقيتها كذلك مميز 7 و 26 و 5 الزام الثاني كسرت الثلاثين نعم كسرت الثلاثين وراهي الناقة يعني والناقه استهدفت يعني مطيه وتستلم من نص المسافه مقدمه الشوط وتنهي انا اعتبرها علامه فارقه في الركض كإجمالي الركض صحيح فنهني صراحه الجماعه اللي فازوا واللي ما فازوا ان شاء الله المهرجانات الجايه ان شاء الله بتعوضهم عطايا الله. نعم ان شاء الله ايضا من العناوين اللي كانت حاضره ابو سلطان للربع اليوم تشرفنا جميعا بتواجد شخصيه تدعم رياضه سباقات الهجن في حضورها وفي تواجدها نوماس لنا يا يعني الحديث عن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل على ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الله يعطيه الصحة والعافية أهلا. اللي حضر اليوم وكانت حقيقة وصراحة فرحة هل الهجن كبيرة وشاهدنا كيف الناس توافدوا للسلام على أبو عبد الله منهم أنت من سلطان فكان أحد العناوين البارزة في الفترة المسائية تواجد الشيخ حمد بن جاسم أنا أمشي عليك وعلى أخوان الحاضرين والمتابعين والمشاهدين لهم سعد الله مساءكم بكل خير بالفعل يا ابو محمد حضور ابو عبد الله شيء داعم لهذه الرياضه العربيه الاصيله والناس متفائلين خير وحضوره الله يعطيه الصحه والعافيه, والعافية ودائماً واقف خلف هاي المراكير والمتابعات وأبو عبد الله محبوب عند الكل الله يعطيه الصحه والعافيه وحضوره شرف لهذه الرياضه ودعم لهذه الرياضه وشوفنا كلهم حضورهم يك... الواحد يكمل الثاني منهم صحيح والركض ما شاء الله طيب شفناه والاداء طيب و... والفتره الصباحيه شفنا منها اداء في الحجايج ما في كلام بالنسبه ل... اللي عوايد اللي اخذت المركز الاول واخذت الشوط الاول بالرمز بالحقائق الانتاج ودت اداء طيب وركض طيب ونهايه طيبه نهني مالك اللي مبارك بن الخيلي وعلى هذا الفوز والناموس وكذلك لا ننسى اللي هو مروق لسهيل نعم آه سيف بن بن سهيل بن خيرات نعم. العامري نعم بعد ادى اداء أدأ طيب وركض طيب لكن ابو محمد اللي لفت نظرية الليله البكره سمحه نعم بكره بن بروك بكره بن بروك ونقول له مبروك يا بن بروك نعم ونهنيه ومبارك له على هذا الفوز والناموس نعم محمد بن سعيد كلهم اخوانه يستاهلون نعم ركض الناقه ما شاء الله هذه انا شفته بأ... انا ما تراك كل ما تابعت لكن شفت ترى الشوط الاولي بكار والجعادين لكن البكر هاي شفت ما شاء الله ما شاء الله ركض استعراضي نعم, على قوله أ... الشباب أ... يا... أ... يا, ابو, أبو سلطان تقحص نعم انا نعم. نعم. عمرك الناقه هذه سلاله تشبع لها صحيح لا مثل قصيده الرجال نعم. بي بكره غير بكره نعم. هذا فيها الوصفه <applause> يعني. بكر ابوها ظن يقول سمعة اي نعم جبار نعم وفيها سلاله جبار لكن فيها الركض من ركض سمعة معروفه سمها وركضها ونوعيتها من نوعيتها ما شاء الله وهذه البكره يمكن تكون علامه فارغة في القايه اللي شفناها منها وركضها ما في كلام ونهايتها طيبه صحيح. يعني بكره تقود الشوط تقريبا من اكثر من من قبل عقب كيلوين او صح. ثلاثه صح وتنهي هذه النهايه ما شاء الله عليها بنجي شوطها بنجي نعم. شوطها, نعم. شوطها لك يعني شيء ترى شيء من الحلال يجذب المشاهد والمتابع صحيح نعم. وهذا اللي تكلمت عليه ركضه كان استعراضي نعم سلطان ما شاء الله ونهايه طيبه صحيح. صحيح. الله يبارك راعيها فيها آمين. واللي آمين. اشتراها ان شاء الله الله يوفق امين طبعا الاشواط كانت اشواط قويه ولكن مثل ما استمعنا قبل شوي من ابو سلطان اللي استوقفته البكره صراحه اللي هي سمحه من ضمن الامور ايضا اللي استوقفتنا في هذا اليوم الاول هو التنظيم الرائع صراحه في ميدان الشحانيه يكاد ان يكون التنظيم من السمات المميزه السمات البارزه التي يتحدث عنها عشاق هذه الرياضه العربيه الأصيل اللجنة المنظمة استعدت جيدا لهذا المهرجان الكبير وتشرفنا في هذا اليوم بإجراء هذه المقابلة مع سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الذي شرفنا وشرف الميدان بتواجده في هذا اليوم ومتابعته لسير العملية التنظيمية إذا نتابع هذه المقابلة التي أجراها الزميل محمد بن بريك المري مع سعادة رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة الشيخ حمد حياك الله معنا في هذا اللقاء الخاص بقناة الريان الشيخ كيف شهدت أول أيام مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد يا أهلا ومرحبا فيكم وأمس على المشاهدين بالخير وأشكركم الحقيقة على اهتمامكم وعلى تغطيتكم المميزة لهذا المهرجان في الحقيقة المهرجان مثل ما أنت شايف غبال كبير أكثر من عشرة ألاف راس مشارك أه سواء حضور الجماهير اعداد كبيره من الجماهير حضرت لمتابعه هذا المهرجان أه بالنسبه للمهرجان المهرجان الحمد لله احسن من من رائع اليوم انا اول يوم انطلاقته وكان مميز أه هني الفائزين في هذا اليوم أه رصدت لهذا المهرجان 172 سياره 22 رمز أه طرح منها اربعه وباقي 18 اتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للاخوان الباقي عندنا ستة ايام في المهرجان اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق اللي ما حالفهم الحظ ان شاء الله سعاده الشيخ بعض المشاركين يقولون التسعيره ما كانت على الشكل المامول او ان التسعيره نازله شو تقول انت الشيخ بهذا بهذا الخصوص اخي محمد بالنسبه للتسعيره الاخوان يعني لو نظرت لوضع المنطقه او العالم ككل الاقتصادي بالنسبه لكل في كل حاجات انزلت سواء في العقارات في في البترول في التجاره في كل حاجه في الاسهم كل حاجه نزلت يعني الحمد لله نحن في الهجن ما زلنا متمسكين بجوائزنا وبتسعيراتنا ومثل ما يمكن اسعار الهجن هي الوحيده اللي ما اختل ما تاثرت وذلك سبب دعم سمو الامير الله يطول عمره الحقيقه لهذه الرياضه في بعض الاخوان يقول لك والله التسعيره مثلا لما تكون تسعيره 2 مليون ونص او 3 مليون اعتقد انا لما يكون المشترى يعني في ناس يتكلمون عن انه ليش اول كانت 4 مليون او 5 مليون او والحين قلت، اول كانت تنشر ناقه او ناقتين او ثلاث فالحين لو لما ينشر في التسعيره عندنا احنا اكثر من تسعيره في الموسم لو حسبت يعني لو تنشر في كل سباق 30 مطيه في في كل مهرجان وبسعر انت اولا انك انت توزعت على اكثر من مالك من الهجن يعني يمكن انا اقول لك انهم يشترون اربع مطايا ب مليون الوحده لكن ما استفادوا اربع اشخاص لكن لما تكون الفائده تعمل ل شخص او 35 شخص من المشتريات هذا شيء احسن افضل يعني انا اعتقد لو انك شاورت الناس تقول والله تعال ايش اشتري في التسعيره في المهرجان خمس مطايا ست مطايا باسعار غاليه ولا أشتري ثلاثين أو خمسة ثلاثين بأسعار أقل شوية لكن استفادوا أكثر لأنك تعرف القاعدة دي كبيرة مثل الحين عشرة ألاف راس مشاركة يعني لما يكون مشا... تحصلوا اكثر من باعوا في السباق هذا وبعدين عندنا جاي سباق سمو الامير بعد وانباعت في مجموعه 30 مثلا او 25 وبعدين سباق التحدي وعندك مثلا حتى في الامارات مثلا في تسعيرات في الخليج اعتقد انها بتكون افضل يعني من انها تكون محصوره على ثلاث او اربع اشخاص البيع فاعتقد ان انا اشوف ان 30 شخص يبيعون احسن من اربع اشخاص او خمسه سعاده الشيخ حمد اقبال جماهيري كبير مثل ما ذكرت اجواء مميزه يمكن تم القاء المهرجان التراثي في يوم امس وذلك نظرا للمحافظه على المشاركين هل في خبر جديد بخصوص السباق التراثي؟ والله شوف الحقيقه تعرف انت لنا امس كان يوم هواء شديد الرياح شديده وبرد واللي بيركبون السباق التراثي كبار في السن فما حبينا أن يعني نعمل تعرف انه يكون متعب لهم بالنسبه لهم ولازم نحافظ على صحتهم وسلامتهم اعتقد ان يعني تعرف هجن السباق التراثي ما لها تاثير مثل هجن السباقات ولو اخرناه يوم او يومين لكن احتمال احنا نكون في يوم الجمعه الجايه ان شاء الله الفتره الصباحيه احتمال ان شاء الله يكون الشيخ هل هناك جديد بخصوص التنشيط والمنشطات؟ في شريحه كبيره زدنا الغرامه احنا 150 بعد الفحص المبكر بتكون الغرامه 150 بدل تكون 50. لانه تعرفوش معقوله واحد يفحص اليوم فحص المبكر يكون سليم واليوم الثاني يطلع منشط فاعتقد ان عملنا هذا الشيء على اساس يكون رادع جديد لهم نعم سعاده الشيخ حمد هل في رساله توجهها لاخوانك المشاركين وابنائك اشكرهم وارحب في كل الاخوان اللي جونا من خارج دوله قطر للحضور والمشاركه اوجه لهم الشكر ويا مرحبا فيهم في بلدهم الثاني واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وانا سعيد جدا مثل ما هم سعداء بتواجدهم واحنا سعداء جدا بتواجدهم معنا وأوجه أو لهم كلمة شكر عدد الشيخ حمد شكرا جزيلا شكرا لك يا حمد. شكرا يلا إذا شكرا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني الذي تحدث عن هذا المهرجان وعن الإقبال الجماهيري وأيضا كان رد على سؤال الزميل محمد مبريك عن التسعيرة وعن مبلغ هذا التسعيرة وكانت وجهة نظر الشيخ مثل ما استمعنا بن حيرم نعم بالاستفادة نعم. لأكبر شريحة ممكنة الله يطول عمره الشيخ حمد بن جاسم يباس بين الناس كلها تستفيد يقول لك نعم. عشرة آلاف مشارك يعني إذا إذا باعوا أربعة بسعر باهظ هذا الحين التسعيره هذه يمكن يبتاع عن 30 20 يبقى الناس كلها تستفيد راعي خير ويودي للناس كلهم خير الله يطول عمره آه. ان شاء الله ويخلي ويخلي امير البلاد مفدى حفظه آه. الله ورعاه آه. على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضه رياضه الاباء والاجداد ومشكورين وجزاهم الله خير على الدعم بالجوائز وبالتسعيرات وبالمركاض الطيب والناس كلها مستفيده وكلهم يدعوا له امين يا رب العالمين. اذا نبدا معاكم مشاهدينا الكرام، اليوم كانت ضربه البدايه مع الفتره الصباحيه كان سن الحقائق حاضر تحديدا للمنتجين كانت الاشواط فكان الشوط الاول مع عوايد اللي جددت عوايدها في اكتسابها للناموس من خلال حصولها على الشلفه الفضيه في شوط الحقائق البكار الانتاج بشعار مبارك بن سيل بالقطريه الخيلي شوط ممتاز شوط للانتاج استطاعت عوايد ان تقتنص الشلفة خالد كيف تابعت هذا الشوط وكيف استطاعت عوايد أن تحقق الرمز في البداية نحب نهني مالك عوايد مبارك بن سيل الخيلي على انتزاع الشلفة في صباح هذا اليوم والشلفة هذه غالية على كل منتج خاصة في أشواط الانتاج في هذا السن سن الحقائق اللي زاد غلاها غلا عند راعيها وعوايد ما هو غريب عليها عوايد عندها عدة سبقات قبل ورصيدها العديد والعديد من من السبقات عوايد لم تدخلت اخر كيلو تقريبا وكانت مقربه من المراكز الخمسه الاوليه الا انها عند 400 او 500 متر بدلت على حساب وزن المملوكه للسبوسي وحسمت الشوط لصالحها ولا هو عليها مثل ما قلت لكم ويستاهل راعيها ونهنيه على هذا الانتاج المميز وهي تنحدر سلالتها لهب بعير احمد بن مايد نعم لهب المملوك أحمد بن مايد الخيلي ونقول له تستاهل الناموس ولهب مو بغريبه عليه، شفنا بناته بعد اليوم جاء الثاني وخامس في الرموز إن شاء الله نعم بعير واقف منها الحكي الله يهنيهم ان شاء الله لهب وش سلالته؟ نجد سعودي نجد اعتقد ولد نجد اي نعم ولد نجد زين نعم. هذه الحين نشوف وزن اللي استلمت المركز الاول هذه وزن بكرة السبوسي نعم بكرة السبوسي أي نعم. نعم. هي اللي تصدرت عقب نعم. كان انا, أنا حد عندي حد ملاحظه باكر. على اللي ساير وزن اللي هو محمد بن احمد بن سلطان السبوسي استعجل السبوس. عليها شوية من يقسم له لكن انا اتوقع ان وزن اصدر عليها الاوامر ومبكر يمكن نتوقع انه بحسم الشوط في اللحظه هذه نشوف مثل ما يشوفون نشوف يشاهدون المشاهدين الرجال استعجل عليها بالاوامر لكن اللي هي عوايد مخزونها سلح. كان قوي ولحوقها كان قوي الناقه شوف الحين لزت على اليمين وردت ودخلت يا ثالثه يا رابعه ثالث ثالث, الناقه قويه اللي هي وزن نعم ما, ما شاء الله وردت مرة ثالث ولا رابعة ابتعد الحلال منها لكنها ردت رابع. مره ثانيه زين وعوايد عوايد بعد ما شاء الله تبارك الرحمن شكلها فنان وأداها بعد شكلها فنان ونهايتها حتى فنانة ولها بعير هالرماح والسلامات لها الرماح انتج يستهل. العديد مثل مثل عوايد وغيرها ما شاء الله تبارك الرحمن بعير الرحمة. اذا جابها سبوق جابها سبوق من من الدرجة الأولى ما شاء الله فيستاهلون هالرماح والسلامات لهم هذه اذا عوايد في المركز الاول، المركز الثاني لو نشوف وين دخلت بس بكره بن اعتقد الثالثه وزن جات او رابع وزن جات ثالث وزن ثالث وبكره عبيد بن سلطان بن رشيد رابع نعم اذا هذه عوايد تيمها ست دقائق خمس ثواني جزئين من الثانيه تهانينا لمبارك بن سهيل <applause> بالقطرية الخيلي على هذا الفوز ونهني مبارك بن سهيل بن خادم والربع والشباب أيضا محبين شعار بالقطرية تواصلوا معنا في الاستديو وقدموا هذه الكيكة اللي موجودة عندنا في الاستديو علي, علي بن مسفر الخيلي من علي بن مسفر علي بن مسفر بن الخيلي بن علي ومبارك بن مرحان المنصوري بن ونعم ونعم مبارك بن مرحان المنصوري نعم وعلي, وعلي بن, مسفر علي بن مسفر بن علي الخيلي علي بن مسفر بن علي الخيلي أعطونا الكيكة زوم عليها خلونا نشوفها والله تستاهل الشباب بيضربون عليها بالحلقه لا والله انت السكر ابو محمد يمكن يرشحونها في تويتر في, تويتر كانت تغريدات على على ترشيحات ماخذ موتر هي في راس <applause> الخيمه ما بكره ماخذ موتر ماخذ موتر في راس الخيمه ومراكز تمهيديه لبكره سابجه والرجال يا بها يحيد بكرته انها قويه ولا ما في هذا الشوط ابو محمد ويستاهل ونقول ان شاء الله انك تسوي مثلها وأظن انها هي البق... انتقلت ملكيتها البكره البكره نعم وان شاء الله نقول انك بتسوي مثل عوايد وبعدك بتينا وهذا مسفر و... والمنصوري بن مرخان بيجيبون لنا كيكه غير هذه بعد <applause> عوايد عندهم والبعير لها عندهم نعم نعم الامور طيبه عندهم ويستاهلون نعم اذا خلونا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام هذه المقابله مع مبارك بن سهيل بن خادم الخيلي وش قال ابو سهيل بعد فوز عوايد وانتزاعها للشلفه الفضيه. مبارك بن سهيل بن خادم الخيلي الف مبروك فوز عوايد واختطافها للشلفه الفضيه في صباح هذا اليوم اشواط الانتاج. سك خير وعافيه الله يسلمك. نعم عوايد حضرت وخطفت الشلفه الفضيه. اختطاف شلفه على الانتاج ايش يعني لك يا مبارك؟ والله يعني شيء كبير، اول شيء انتاج وثانيا الحمد لله الله وفقنا اليوم في هذا المهرجان الطيب. نعم، وش سلاله عوايد؟ عوايد ابوها لهب عير احمد بن مايد الخيلي وامها بدن بليه. نعم. ومشاركتها قبل الرمز اليوم. مشاركتها لها ثلاث اشتراكات، سابقه مرتين في ميدان رماح واشتراك ثالث في اللبسه. مهرجان محمد بن زايد ماخذ سياره. وهذا اللي اهلها تشترك مهرجان المؤسس الوالد اتوقع انا دائما اشواط الرموز تكون الاعداد فيها قليله شوط الرمز اليوم 45 مشاركه وبكرتك عليها رقم 45 ومع ذلك تضفت المركز الاول شوط زحمه اعداد شوط رمز كيف شفت الشوط وكيف شفت عوايد اليوم والله شوط ما يستهان فيه فيها اسماء قويه قويه والحمد لله الله وفقنا فيه الشوط هذا و... و... انت كل... يوم شفت العدد يعني زياده ما خفت انت على عوايد؟ لا, لا لازم في خوف يوم عندك بكره زينه وغاليه عليك تخاف عليها ولكن الحمد لله الله وفقها. نعم اي نعم. الفوز اللي من تهديه؟ اهدي لي صاحب اسمه الشيخ لي بن زايد و... واخوانه اخوان الشيوخ وخاصه هالرماح هديهم. و... و... وبيض الله وجهك وشكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. الله يسلمك مشكور مشكور يا. يعني. إذا تهانينا والناموس هذه الكيكة المقدمة من علي بن مسهر بن علي الخيلي وأيضا من مبارك بن مرخان المنصوري لإخوانهم مبارك بن سهيل الخيلي وأيضا الربع محبين شعار عوايد وراعي عوايد فنقول مبروك والناموس جعل ناموس دايم إن شاء الله. الشوط الرئيسي الثاني مشاهدينا الكرام كان شوط قوي وملتهب جدا استطاع من خلاله الذيب سعيد بن عامر البرطماني ان يقتنص نقطه الترشيح من خلال ترشيحه المروج الذي روج لاسمه في هذا المهرجان من خلال سطوع نجمه كاسم حقق الخنجر الفضي في شوط الحقائق الانتاج تهانينا والناموس لسيف بن سهيل بن خيرات العامري وتوقيت مروج كان ست دقائق وثانيه واحده وتسع اجزاء من الثانيه وتهانينا للعبيد وباقي الربع ابو صقر رشحت انت مروج ومروج فاز بالخنجر. بالفعل في البدايه ابو محمد الناموس لسيف بن سهيل بن خيرات وعائله بن خيرات كلهم على فوز مروج وحصوله على خنجر الانتاج بالنسبه للحقائق. وناموسهم على سبق قعود ودناقتهم ودبعيرهم شرط. ما شاء الله. وشرط غني عن التعريف دائما في كل مهرجان تلقى له بصمه. صحيح. ومتواجد وانتاجه متواصل والشيء اللافت بنتكلم في العموميات شوي في موجز بسيط يعني لو تلاحظ اليوم القطاع الجنوبي اللي في مدينه العين في الوقن ثاني ثاني على الرموز ورمزين. ما شاء الله. فالانتاج عندهم ما شاء الله طيب و ويظهر في المهرجانات صراحه يعني شيء مالوف اصبح بالنسبه لمروج رشحناه البارحه على اخر مشاركته في 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 سويحان شارك وسبق دون تكلف ودائما المطيه اللي تكون امكانيات بدون تكلف تعطيها هامش من الترشيحات الشيء الثاني الترشيح ابو محمد في المجلس مثل السبوق احيانا تظهر لك بمستواها، احيانا ما تظهر لك بمستواها. صح والترشيح اللي يدخل في الثلاث اللوائل واللي يكون في دائره المنافسه يظل ترشيح يعني. من الناحيه الفنيه كيف من كانت المنافسه؟ من ناحيه من الناحيه الفنيه انا اقدر اقول لك اياها صراحه امكانيات مروقين اللي فرضت وجودها في الشوط. سبق بامكانيات بدون اي هامش ولو بسيط من اي حوادث اخرى كانت سواء للمنافسين او سواء على ما شاء الله. مسار الشوط واستجابه للاوامر استجابه للاوامر ووصوله الى الخط يعني الى الى راس حربه الشوط بشكل تلقائي وبامكانياته كل اللي وصلوا وحاولوا يقتربون فيه كلهم بيعازوا باوامر ما حد وصل عنده بشكل تلقائي حتى انه يدخل معاه في منافسه جاده كلهم يسوقون في منهم من اللي يتعبدون ومنهم اللي ما وصل الشيء الثاني الله في سن الحقائق من مجمل العام يا ابو محمد يجب ان النقطه هذه نشير عليها معدل خضر. التوقيت من 6 الى 6 و الى 6 ثانيتين 6 ثانيه ثلاث الاشواط اللي كسرت التوقيت كسرت الست اللي هو وضاح الحميد بن عبد الله الدرعي اللي هو 56 وايضا فرج بن جابر المري اللي, اللي نعم هتان وايضا الدرعي الاخر رجع وياه 59 شهرية. بعد ذلك معدل التوقيت يرجع اذا مثلا حساب الارضيه وتغير جو بيكون تنازلي او بيثبت على رتم معين ولكن يحدث توقيت متميز مو بتنازلي تصاعد يعني تصاعدي لكن ينزل التوقيت الكسر الست ويرجع المعدل السابق هني نقدر نقول ان امكانيات الجعادين هذول البكار هن اللي اعطنا تفوق على مجمل العام في الاشواط بغض النظر انا اتحدث عن انا أشواط الرموز اتحدث عن الاشواط اللي عقب الرموز احيانا تكسر التوقيت تعول على ارضيه او تغير الجو او شيء من القبيل في حاله انه راح تنازلي لكن ينكسر التوقيت ويرجع على معدل معدل الليفل العادي يعني اللي عليه السباق هذا يعول الامكانيات الابكار هذه عاديين ونتمنى لهم التوفيق امين يا رب العالمين نقدر نقول بان ناموس بن خيرات ناموس ترابل القعود خذ الخنجر من الانتاج الابو شرط موجود في عزبه بن خيرات والام كذلك فناموس لك يا بن خيرات على هذا الفوز الكبير مع ولد شرط مروج اللي حقق الخنجر الفضي. نشوف هذه المقابله مع عبيد بن سهيل بن خيرات العامري وحديثه بعد حصول مروج على الخنجر في شوط الحقائق القعدان الانتاج ونتعرف من بعد هذه المقابلة مع عبيد عن نتائج الفترة الصباحية والأسماء اللي حققت المركز الأول عبيد بن سهيل بن خيرات العامري ألف مبروك فوز مروج واختطافه للخنجر الفضي أشواط الانتاج تستاهل خير وطول عمرك أبو بريك والحمد لله على التوفيق الطيب وش سلالة مروج؟ مروج من الاب شرط بعير بن خيرات بعير الوالد شيبه بن خيرات ومن الام بنت الغزال ومشاركاته قبل الشوط اليوم والله يقعد كنا نشارك في الميادين الفرعيه وسابق عندنا في سويحان عده سبقات وسابق في الوقن والحمد لله على التوفيق الطيب حطيناه في هالشوط والحمد لله ما ما خيب الامال كيف شفت المنافسة في ميدان الشحانيه؟ والله المنافسة صعبة يا غير يوم الله يكتب لك التوفيق الله يجملك و... وتنتصر عليهم ذيلا كلها الحمد لله الفوز من تهديه. والله هديه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وهديه للوالد شهيد بن خيرات وهديه لهال الوقن كافة. وقول سلام المصانع سلام نقول سلام يا المصانع سلام وجعلنا مسنداي وشكرا جزيلا العفو يا ابو بريك وان شاء الله انك تشوفنا اليوم ودو ان شاء الله بيض الله وجهك مرحبا يا ابو بريك إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين معنا في الأشواط الصباحية ناخذ تغريداتكم قبل ما نروح للفاصل شقران يقول مساكم الله بالخير وعندي طلب أبي منكم توضيح عن تاريخ المراكيض اللي بعد مهرجان سمو الأمير الوالد لهنتو أخوي شقران أعتقد بأن الواضح الآن هي مهرجانين مهرجان ختامي دولة الكويت الشقيقة راح يبدأ إن شاء الله بتاريخ 13 12 او 12 فبراير 12 هذا الشهر راح يكون الموعد في دولة الكويت على ميدان الشهيد فهد الاحمد الصباح طيب الله ثراه بعد ذلك سيكون الختامي هنا في ميدان الشحانيه على شرف سيف سيدي حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى بتاريخ 4 مارس 4 3 بعد ذلك الموعد بيكون في ختامي الوثبه التاريخ مش عندي بالضبط وسيكون الختام في المرموم وبعد ذلك سنرجع الى درهام التحدي في ميدان الشحانيه المغرد دبل او تربل اي تربل ار 3340 ثري ثري يقول مساكم الله بالخير ارشح القعود جراح سالم بن محمد العامري في شوط الرمز واسم المغرد حمد بن غفينه النعيمي سعيد بن سليم الوهيبي يقول الربع يمسون عليكم بالخير من عزبه بالحول المري وحنا مسيهم بالخير، حمد بن مرخان يقول يا سعد ترشيحي على وايد على عوايد من امس والسلامات لرماح واهلها كافه، ما في شك نهنيكم على فوز عوايد وعلى انتاج لهب ايضا عندكم فرماح سالم بن سعيد الزرعي يقول امسيكم بالخير وارشح المتحدي واتمنى له التوفيق، فهد الهاشمي يقول الناموس للمضمر علي بن خليفه النصيري على فوز انتحار في الشوط الاول بكار في ميدان الكامل للسن الفطامين ونهنيه ان شاء الله. السريري يسلم عليكم وياسر الحربي يقول يشرفني انا اكون صديق البرنامج في كل ليله وهذه مشاركتي وحنا نتشرب صداقتك يا أخو ياسر يقول يلا بسبوق تقوم راس وتنهي الشوط راس ابوها الكل الكليلي وامها بن صوغاني مضمرها يتعب عليها يبي النوماس يبي ياخذ الشلفه من يدين بن ثاني عسى الله يحفظها من شر بعض الناس امين, آمين. ولا ودك يراعيها كل حاسد وعياني لعيونها يا ناس كل الخطر ينداس ان كان في الوثبه ورحت يم عماني وترى كل الزمول المنتجه لا باس وانا على انتاج شاهين بالحيل طرباني صح الله لسانك يا ياسر ناصر بن عبد العزيز الهاجري يسلم عليكم ويقول ناموس للي فاز وحظ اوفر لمن لم يحالفه الحظ. مرسلين الجماعه ايضا هلال بن حميد البراشدي صوره لشاهين ولد سمحه بعير الشيخ محمد بن بطي ابو سمحه بكره محمد بن سعيد بن بروك وهذا هو ما شاء الله تبارك الرحمن. اي نعم. شاهين ولد سمحه هذه نعم. صورته بو شاهين اللي اليوم بو شاهين, شاهين. نعم وهو ايه. جبار عند الدكتور راشد بزاف موجود في المختبر ما شاء الله بو جبار وام سمحه بعد ما شاء الله درهم يقول عندي ملاحظه ما يسمع لك نادرا ما, ما نشوف بكره ولا قعود ولا فحل اصفر هل اللون له دخل في السبق يا ليت الخبراء يفيدونا لا ما له علاقه اللون اللون أوك. لا قال ما شفت اعمار والجزيره اللون ما يختص بالصفر السبق ما يختص بالصفر ولا بالحمرة، الفحل نعم بركه ونسم الله يعطيهم ونهب مال الرئاسه كلها, كلها صفر <applause> هذا صحيح الدبلوماسي يقول اسلم عليكم واشكر قطر حكومه وشعبا على حسن الضيافه وحضور قوي من ابناء الوقن في رموز اول يوم المهرجان سليمان بن صالح يقول لهب ولد عزام بعير فرج بر فريج بن راشد الحويطي صح حسن, صح حسن بن سعيد المحاربي يقول اسلم عليكم وهني اصحاب الرموز نكتفي بهذا القدر ونروح الى فاصل نرجع من بعده لنواصل حلقتنا وياكم في برنامجكم برنامج الرئيس. حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنتواصل معكم عن تحليلنا الأشواط الرئيسيه اللي كانت في هذا اليوم اربعه رموز تابعنا معاكم في التحليل شوطين للحقائق باقي عندنا شوطين من رموز هذا اليوم مع سن اللقاية مع أشواط الإنتاج حيث برزت سمحة بكل ما للكلمة من أبعاد سمحة التي استطاعت أن تهدي مالكها محمد بن سعيد بن بروك الحميري هذا الرمز بالتوقيت الأفضل سبع دقائق ستة وعشرين ثانية خمس أجزاء من الثانية بن جرحب كيف تابعت سمحة اللي استطاعت أن تحقق الانتصار في هذا التحدي والله يا ابو محمد تابعنا سمحة ونهني مالكها محمد بن سعيد بن بروك الحميري اللي قاد سمحة أه ونهني جماهيره البكرة هاي طال عمرك يعني مثل ما تفضلوا الإخوان قبل بداية الحلقة يعني فارقة عن الحلال اللي معها كله وحتى ضم يعني مالكها دخلها في الشوطة ما دخلها عبث دخلها على مستواها وعلى ثقته فيها ومع مثل ما يقولون مع القيد عقال دخل معها مطيلة. كتخطيط منه في الشوط نعم. وفعلا المطيلة لعبت دور في مراقبة المضم... المشاركين في الشوط لها يمكن أكثر المشاركين توقعوا أن سامحانا أن أن بن أن, إن... الحميري أن مبروك الحميري حاط الآمال على مطيلة الام وخلاها معهم حتى دخولها معهم في الشوط في الأمتار الأخيرة كان دخول يعني يعدون له كلهم عده لكن قدر انه يقود سمحه على عرضها الممتاز ما شاء الله مع رقم المنافسه اللي معه بكره بكره بن بكره بن حلوس معزه اللي صراحه هذه بكره بعد من بكار ممتازة بكره ثابته يعني هاي ثاني عارف مره يوم ثاني على الرمز وروحت على ثار سمحه روح قويه لكن سمحه امكانيات سمحه ومستواها اللي شفناه الليله يعني مستوى ممتاز حتى انها يعني خالفت توقعات الناس يمكن اكثر الناس المتابعين ما توقعوا ان حاجز 30 بينكسر على رغم الاجواء اللي نشوفها ولا لكن قدرت سامحه ونهنيه ونهني متابعين <applause> هذا الشعار ونبارك لهم ونقول والله ان شاء الله يوفقه ونشوفها ان شاء الله في اشواط الرموز ان شاء الله الثانيه ابو محمد نحن نهني خالد بن سعيد بن بروك الحميري مضمر ومساير سمحه ونهني مالكه محمد بن سعيد بن بروك الحميري الشوط ابو محمد شوط رمز شوط انتاج شوط اللقايه وبن بروك دافع بهنتين مثل ما قال ابو علي البكره هذه سمحه اخذت مقدمه أمطيلة تمت عند الرابع هناك و... وسامحه ما شاء الله تصير قدام ابو محمد بس هدت أصار... في, ال... نعم. في ال... البطان ولا كلمها دخلنا لين ال 800 والريال ما 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 حرك الالي يوم تكلمها ما شاء الله بكره عندها طاقه عندها تحمل وتذكرنا بيدتها سامحه ناقه المغفول باذن الله الشيخ زايد بن سلطان اللي ظاهره من عند بن بطي بن حامد تذكرنا بسيره هذه تقوم راس وتنهي راس ابو محمد ونحن نومس له ونسلم على هالمنازف مسيهم بالخير وبكره مبروكه هي بتاعت وبعدها بتسوي شغل في اشواط اصحاب السمو هاي بكرة بكبار ركضها وياها أبو محمد شرية الدثة نعم شرية الدثه كل... مغلف مضمر من نعم, هاي مطية اللي تقوم أبو محمد يوديها كل مضمر وكل مالك كأن مطية كاي تريحك من تظهر قدام أبو محمد تم بسيرة لو تحط لها أنت شيء تقول أنا بستنزفها ولا بذيرة بكرة هاي ما شيء قرب منها من الحلال تم تبروح علي طلب منها راعيها وقدمت عرض وهذا اوصاف السبوق ابو محمد فيها وبكره سابجه في الوثبه ولاقينا خالد نحن قال بكره ما شاء الله انا يعني حاط ثقتي فيها وبكره ركضها قوي وانسامت عندي في الوثبه ولا بعته وجايب لنا حق الرمز والحمد لله قال فرحتي ما توصف الليله لانها من انتاج بوشي وخذت الرمز ولا قصرت. ونقول الحين مبروك ان شاء الله لهجنة الشحانيه والله يوفقهم يا بكره هذه بيكون لها نصيب الاسد في اشواط أصحاب ابو دفع. محمد على فكره هاي البكره يدت بسمحه مرت على كم كل مضمر وهاي الناقه ما شاء الله ما تختل عند اي مضمر. ما شاء الله. سمحه كم مضمر مرت البكره هذه يدت نعم. كل مضمر بوها. مرت عليه سبقت عنده وخذت رمز هذا دليل السبقه يا يا نعم. ابو بطي ابو ما ما يعني صار عندها ما 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 تناسبت له ولا ما, ما عرف لها تمشي معك كل يوم ما اعرف لها مش يدل من سبقها صحيح ناقه نعم هذه سمحه جده البكره جده البكره هذه من صوب ابوها نعم نعم احنا بنحاول نتصل بخالد بن سعيد بن مبروك الحميري على التليفون على اساس المداخله الهاتفيه لكن بننتقل للشوط الثاني شوط الخنجر الفضي حيث ايضا حضرت الاثاره في هذا الشوط واستطاع المشيخي ان ينتزع هذا الرمز وهذا الشوط الملتهب من خلال حصوله على الخنجر مع هجام لسالم بن حميد المشيخي وتوقيته 7 دقائق 31 ثانيه جزء من الثاني ابو بطي كيف تابعت اداء هجام اللي هجم على الخنجر واستطاع تحقيقها؟ والله في البدايه انه سالم بن حميد المشيخي على فوز هجام اليوم بالشوط الرئيسي للجعدان الشوط أبو محمد شوط مضغوط نحن شفنا وصلنا الجعدان في المرحلة الأخيرة من الشوط سبعة أو ثمانية في نفس المركز والحالة هذه دائما تكون استثنائية في شواط الرموز شفنا المنافسة بينه وبين قعود اللي حصل على المركز الثاني قعود محمد بن عمير بن محمد المهيري دا دا معي دارة بينهم منافسة شفنا شعار محمد بن زايد المنصوري مشاكل نشوفه في الكادر رقم 13 وهو حاليا في المركز السادس القعود ابو محمد على سرعه الشوط عصاف الابطان ما شاء الله دليل على ثقه احتياطي ما شاء الله في القعود وراكضة ما شاء الله مثل ركض ابوه باستثناء ان ابوه يقوم مقدمه الشوط اللي هو المشير اللي اسمه الشيخ ماجد بن محمد اول قعود يكسر الثلاثين في الاختاميات طبعا ومن و... و... من صوب امه أم ومن أم ما بك بيوع... أم... حتى نعم. بكره مليونين ويابت قعود مبيوع مليون ونص ما شاء الله ويابت ما شاء الله بنت بنت, بنت الباور, بير الباور نعم بيت سعاده سهيل بن مبارك ام هجام ام هجام نعم. اي نعم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله قعود سلالته طيبه ركضه طيب الحاله هذه ابو محمد يكون في اشواط الرموز تقل ما نشوفها يعني سبعه او ثمانيه جعدان يتنافسن صحيح في المرحله النهائيه من الشوط يعني تدخل في العاده 700 متر 800 متر المنافسه تنحصر بين ثلاث اسماء او اربع اسماء الشوط هذا لو بتلاحظ يمكن سبعه سبعه جعدان اربعه دليل على التنافس دليل على وفره السباق في الشوط بس البعير القعود الصلاه على النبي تفوق عندما حركها في الامتار الاخيره والشيء اللي شفناه هالموسم ابو محمد صراحه يعني بكل امانه بروس سلاله نجد في كل مهرجان ما شاء الله المشير ينحدر من سلاله نجد النخلي المشير ف... بير الشيخ ماجد بير الشيخ ماجد, الشيخ ماجد. ما نعم. ففي كل مهرجان نشوف حضور برمز او منافسه في رمز او أشواط <applause> سيارات والنومس ايضا لمحمد بن عمير المهيري على حصول معي على المركز الثاني ما شاء الله دخل نعم. هناك في الامتار الاخيره يستاهلون اذا هذه الاعاده لاداء هجام لسالم بن حميد المشيخي وايضا هني خليفه بن حميد والربع على هذا الفوز اللي تسجل مع هجام في شوط الخنجر شوط اللقاي القعدان الانتاج نتابع اذا معكم هذه المقابله طبعا توقيت هجام سبع دقائق واحد 31 ثانية وجزء من الثاني نتابع هذه المقابلة مع خليفة بن حميد المشيخي ولحظات الفرح ولحظات السرور بعد استلامة للرمز نشوف معاكم هذه المقابلة خليفة بن حميد المشيخي ألف مبروك فوز هجام واختطافه للرمز الغالي خنجر اللقاية تستاهل خير يا أبو بريك وبيض الله وجهك وجهك ابيض الفوز بلقايا الانتاج ايش يعني لك في هذا المهرجان الكبير والجمع الغفير بنقول في البدايه بيض الله وجوه الشيوخ على هذا الدعم وعلى هذا المهرجان مهرجان الوالد واشكر حكومه قطر وشعبها على حسن الضيافه ودائما متفوقين في كل شيء وهذا رمز الانتاج طال عمرك رمز لي يعتبر طال عمرك فخر انها ولد مطايا اللي موجوده عندي في العزبه والحمد لله على التوفيق الفوز اليوم جاب صعوبة جدا مات الفوز براحة كيف شفت الشوط انت؟ والله الشوط طال عمرك فير من البداية هو القعود دائما طريقة تراك طريق يخر ومن بداية الكلوين كلمنا القعود ما شاء الله واستجاب على السماعة وصلنا عند ال 800 متر الأخيرة أو ال 700 متر الأخيرة حاولنا نكلم القعود ودقينا طال عمرك وتجاوز من الطرفين من حتى تعرقل ولا لاحظته عند ال 500 قعود طلع فيه ولكن القعود الحمد لله سبوق وتيمل وتوفيق من رب العالمين. نعم الفوز لمن تهديه؟ الفوز هذا هديه لمالك ودعم هذا الشعار حميد بن حبسه المشيخي الف مبروك الفوز زعلان يعني موسم دايم وشكرا جزيلا لك خير وبيض الله وياك ببريك بريك وبيض الله ويا قناه الريال العاملين كلهم على هذه القناه جزاكم الله خير ومشكورين اذا مشكور لابو حميد وتهانينا على فوز هجام بالشوط الرئيسي والخنجر للقاية القعدان الانتاج الآن ينضم إلينا عبر الهاتف خالد بن سعيد بن بروك الحميري مالك ومضمر سمحة اللي حققت الشوط الرئيسي وفازت بالشلفة الفضية نقول لك يا بن بروك مبروك هذا الفوز الكبير الله يبارك الله يبارك, يبارك في الحاضرين. الله يطول عمرك بسعيد اليوم شاهدنا دخولك في الشوط الرئيسي من خلال سمحة ومن خلال طيب. مطيلة. كلمني عن الاستراتيجية أو تكتيكك للشوط كيف كان والله بقول لك ما على خطة الخطة واضحة إلا بكرات مطيلة عندي سبك وكل من طاس فحبيت اني كمان رمز ورمز مثل رمز الأمير الوالد يعني شيء كبير ما ودي أني أطوته صحيح ابو سعيد ابو سعيد انت حققت مع سمحة المركز الاول وبالمناسبه مطيله جات في المركز الخامس لكن كيف استطعت المغامره بسمحه اصدرت عليها الاوامر تقريبا من قبل الكيلو والنص اذا ما خانتني الذاكره هل تعتبر هذه مغامره ولا مجازفه ولا انت واثق من سمحه في هذا الشوط لا والله سمح انا سمحه ما ما اندفعت من نصف المسافة هي لوحدها أنا مرة ما عمرت عليها إلا في آخر 600 متر ما شاء الله ما شاء الله مبروح نعم أداء تلقائي كان أبو سعيد نعم أداة تلقائي نعم أمطيلة كانت في المركز الثاني وكان موقع أمطيلة موقع ممتاز جدا لأن الناس كانت تعتقد أن بعد بن بروك يراهن على أمطيلة في هذا الشوط والله انا راه انا سالهم سالا سبقوا كفو يعني المشكله في بحدود قبل تقريبا 10 ايام جاتها مرضى هي الصباب وهي خوفتني منها وهي اعتقد انها سرت على كبر ولكن المفروض اليوم في تركت خدمه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله بسعيد اليوم على قولة بن حضيرة من الحمام يغني في صدرك <تصفيق> <تصفيق> الناموس على حماس على حماس بس تستحق الناموس يا خالد. هذا حماس هذا حماس هو الرمز. صدق سعيد. تستحق الناموس يا خالد. تستحق خير، تستحكتو خير. غراب وياك. ونعم والله. نعم ابو سعيد الشوط اليوم كان شوط خاص ب اللقايه. الانتاج دائما نسمع بان لذه اشواط الانتاج تختلف عن الاشواط المفتوحه كيف تصف لنا شعورك انت اليوم وانت ماخذ ما رمز الانتاج والله اكيد انه شعور شعور وايد ممتاز انت نظف وتعب وربيت وكتبت وتاهلت لين توصل للمستوى هذا وبعدين ما اخذنا الرمز يعني ما تصلك لي المركب عادي حسب ما مهرجان كبيره بس مهرجان السيد الوالد هذا مهرجان مو طبيعي والرمز فيه عادلة تقريبا 100 نعم وزيدك من الشعر بيت بعد التوقيت الافضل سبع دقائق و26 كاسر الثلاثين مع سمحه ما شاء الله الحمد لله وشكرا توفيق من الله الحمد لله بالغراب يسال عن سلالتها يا ابو سعيد ابوها بعير ولد جبار المختبر ولد سمحه وامه أبوها، وامه أبوها سمحه الفاطر ناقه الشيخ زايد الله يرحمه امين الله يرحمه يغمد روحه الجنه و... نعم البعير مملوك للمختبر وهدوه هدوه سنه بس وحده وما نعم مشكور يا ابو سعيد على <applause> استجابتك يقول من الغراب اللي جاب سمحه برايه بيض الله وجهك يا ابو سعيد على هذه المداخله وجعلنا مو دائم ان شاء الله تسلم. تسلم تسلم يا ابو سعيد اذا هذه الاشواط الرئيسيه بعد ختام الاشواط الرئيسيه كانت تتويج من قبل سعادة الشيخ حمد بن جاسم الفيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن الذي تواجد في هذا اليوم وتوج الفائزين سواء في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائيه هنا التتويج لعوايد المحققه والحاصله على الشلفه الفضيه للحقائق البكار الانتاج مع السيد مبارك بن سهيل بالقطري الخيلي والتتويج الان لابن خيرات لمروج اللي استطاع ان يحقق الخنجر الفضي للحقائق القعدان الانتاج مع سيب بن سهيل بن خيرات العامري والان خالد بن سعيد بن بروك الحميري يستلم الشلفة الفضية لسمحة اللي, اللي سجلت أفضل توقيت في الفترة المسائية سبع دقائق ستة وعشرين ثانية خمس أجزاء من الثانية الناموس أبو سعيد مرة ثانية وهنا تتويج هجام لسالم بن حميد المشيخي وحميد أيضا وخليفة بن حميد فتهانينا والناموس لهم على هذا الفوز الكبير ولحظات التتويج اللي ما تنسى بكل تاكيد نتعرف على الفائزين بالمركز الاول في الفتره المسائيه وبعد نذهب بكم الى فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام احبابكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل عدنا لكم لنواصل الحديث عن المكارم السخيه في هذا المهرجان وهذه المكرمه الكبيره من سيدي امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه الامر والموجه باقامه هذا المهرجان الكبير الذي يحمل الاسم الكبير الغالي على قلوبنا جميعا مهرجان سيدي الامير الوالد يحفظهم الله ويرعاهم جميع المكرمه الاخرى اللي تحدث ان شاء الله بكره في ميدان الشحانيه اقامه المزاد الخيري الثاني لانتاج ام الزبار التابع لشؤون هجن الشحانيه هذه المبادره الفريده من نوعها والتي حققت النجاح في الموعد الاول عندما كان المزاد الخيري الاول في سباق المؤسس طيب الله ثراه تعود مؤسسه هجن الشحانيه وتحديدا انتاج ام الزبار لتقديم هذه المبادره الثانيه التي ستنطلق ان شاء الله في يوم الغد بعد أن تأجلت كان من المقرر أن يقام المزاد في يومه الأول في تاريخ ثلاثة فبراير في يوم الجمعة ولكن نظرا للعوامل الجوية تم تأجيله إلى يوم الغد بالمناسبة. هجن الشحانية أصدرت تنويه قبل قليل بأن على السادة الراغبين بالمشاركة والمزايدة على الهجن اللي بتعرض في يوم الغد في أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصرا وهو موعد إقامة المزاد المزاد بيكون الساعة أربع بينما التسجيل للراغبين في دخول المزاد بيكون من الساعة تسعة الصبح وإلى غاية الساعة أربع العصر في المنصة الرئيسية لميدان الشحانية اليوم بنتحدث عن هذا المزاد وسنناقش أيضا الأخوة المحللين عن هذه المبادرة ولكن دعونا في البداية نتعرف على هذه الهجن المعروضة في يوم الغد وعددها وخمسين مطية اللي في رصيدها رمز واللي في رصيدها ست سيارات هذا مكلف ولد براق أما من حافظ سندوانة وحاصل على أربع سيارات هذا ممدوح ابوه ممدوح وامه بن ضبيان وحاصل على رمز في مهرجان سيدي سمو الامير في الاشواط العامه هذه بكره مفروده ابوها صوغان وامها وصال طبعا صوغان مملوك لهجن الشحانيه المعروف هذا مساهم الاب خوف والام محليه حاصل على ثلاث سيارات هذا الحنيش أبوه مشرف لهجن الشحانية أمه مهجنة حاصل على البندقية في ختام المرموم في الأشواط العامة هذا حالول ولد جبار مصاب بالبروسيلا أبوه جبار دلبج أمه مهجنة حاصل على شداد الزمول في سباق سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني هذا رعد ولد رعد بن حليس أمه بن شاهين وحاصل على المركز الأول عدة سباقات هذا الشارد ابوه الشارد ولد جبار من انتاج الشيخ محمد بن بطيال الحامد وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا المفروض. ابوه عجلان وامه بنت الحنيش. شكله فنان السعدي ابوه شاهين بن بوته وامه بنت مشهور الشيبه حاصل على سياره في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. هذا الليث ابوه الباز امه مهجنه حاصل على سياره والنجمه الصفراء دليل على حاله اشتباه باصابته في البروسيلا هذا العود ابوه الشقب امه سودانيه وحاصل على مراكز متقدمه في السباقات هذا الحاكم ابوه السوداني الوزان وامه مهجنه وحاصل على المركز الثاني على الخنجر في دوله الكويت وله منافسات متقدمه، هذا مياس ابوه مياس ابو عقال ام بن شاهين وحاصل على المركز الاول في عده سباقات، هذه البكره مفروده صعبه ابوها السعدي وامها سودانيه. هذا القعود اسمه وسام وابوه خوار بالضبيعه وامه السودانيه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا مصيحان ابوه مشهور علي بن حميد او علي بن حمد الوهيبي وامه بن سراب وحاصل على كاس الخليج وفي رصيده ثلاث سيارات. هذا ملازم ابوه جلمود وامه محليه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا الحذر ولد جبار ابو عامر امه محليه وحاصل على سيارتين. هذا القحيدي أبو شاهين بن ثعلوب وأمه بن صوغان وحاصل على المركز الأول في عدة سباقات هذا الفارس ابو شاهين الأبيض وأمه مهجنة وحاصل على سيارة هذا القعود مفروض صعب أبوه السعدي وأمه مصيحة مسؤال. هذا مرسال مملوك لهجن الشحانية وابوه مرسال بعير الشيخ حمدان بن راشد المكتوم امه مهجنه وحاصل على مراكز متقدمه هذا تيار ابوه شاهين بن شطيط امه بنت مرضي وحاصل على المركز الاول في عده سباقات شداد ولد الباز امه مهجنه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات هذا عجلان ولد مقصص امه مهجنه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات وثاني على السياره اربع مرات. هذا البدع ولد الحذر امه مهجنه وحاصل على المركز الاول ايضا في عده سباقات. هذا مغطي ابوه السعر وامه بنت الفارس وحاصل على مراكز متقدمه في السباقات. الطائر الأب الطائر المملوك لهجن الشحانية الأم مهجنة وحاصل على المركز الأول في عدة سباقات هذه البكرة مفرودة صعب أبوها شيقر وأمها قشيمة لهجن الشحانية هذا السريع أبوه سوداني وأمه مهجنة وحاصل على ثلاث سيارات عنيد الأب ذيب والأم جنة وحاصل على مراكز متقدمة في السباقات هذا السيف. ولد الطاير المختبر. أمه مهجنة. وحاصل على الخنجر في مهرجان سمو الأمير. الله يحفظه في الأشواط العامة. وأيضا له منافسات طيبة. الوعب. أبوهم صيحان القمرة. وحاصل على سيارتين. وأمه بالمناسبة بنت الهارب. هذا مفروض. ولد مسعيد. وأمه واضحة أيضا بطاش. ولد بطاش. أمه من إبل الشيخ المعلة. وحاصل على مراكز متقدمة في السباقات هذا الشقب ولد الشقب المملوك لهجن الشحانية أم بنت هتاش وحاصل على مراكز متقدمة وهذا القعود من إنتاج أم الزبار هذا الفارس أبوه سوداني بعير سوداني مملوك لحمد بن لومية وأم من إنتاج الشيخ زايد الله يرحمه وحاصل على مراكز طيبة في السباقات هذا صوغان أبوه شاهين أم بن ضبيان وحاصل على مراكز متقدمة في السباقات هذا القعود مفروض أبوه الطاير ولد ندى وأم السودانية قعود ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا العديد ابوه الحصيني بعير ليده امه مهجنه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا مبلش ابوه السوداني امه مهجنه وبالمناسبه حاصل على ست سيارات وليس اربع سيارات، ست سيارات في رصيد هذا القعود، هذا المتحد الصغير ابوه المتحد والام حره وحاصل على مراكز متقدمه في السباقات. هذا غيار ابوه شاهين وامه مهجنه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. الوعب هذا الوعب ولد برق امه محليه وحاصل على مراكز متقدمه في السباقات. وافي ابوه سراب بن دري وامه درعيه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا البصير ابوه لطام أمه مهجنه وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا القعود مفرود أبوه السعدي وأمه بنت مياس أيضا عندنا محير أبوه شاهين بن بطي أمه بنت العاصوف وحاصل على مراكز متقدمة في السباقات هذا ممتاز ابوه ممتاز بعير خليفه بن شاهين بالصلف، امه بن سراب وحاصل على المركز الاول في عده سباقات. هذا صوغان ابوه صوغان امه مهجنه وحاصل على المركز الاول ايضا في عده منافسات. هذه بكره مفروده ابوها المحيط وامها تساهيل لهجن الشحاليه. فنان الاغرابي يرشحها هذه آه هذا القعود مشرف ولد مشرف اجن الشحانيه أمه بن شاهين وحاصل على المركز الاول في عده سباقات هذا مشفق ابوه ولد الطاير المختبر امه بن جبار وحاصل على سياره هذا صيفيان ابوه الطاير بعير بن عبيد، أمه بنت الصيفي وحاصل على المركز الأول في عدة سباقات من مربط شديدة. هذا النعيري ابوه حبيب جهينة وأمه حرة وحاصل على رمز وفي رصيده أيضا سيارتين، وهذه بكرة مفرودة أبوها برق وأمها من إنتاج أم الزبار. إذا 57 مطية تحضر في يوم الغد في تمام الساعة الرابعة عصرا هنا في ميدان الشحانية تحديدا في المنصه الرئيسيه راح يجرى المزاد والتسجيل راح يبدا ان شاء الله للراغبين في الدخول في هذا المزاد من الساعه 9 الصبح الى الساعه الرابعه عصرا موعد اقامه المزاد سلطان مبادرة طيبة تقدمها هجن الشحانية وريح هذا المزاد بالكامل سيذهب للأعمال الخيرية فلوسك إن شاء الله بتروح في عمل خير وبتقتني سبوق إن شاء الله الله يطول عمرك الشيخ تميم ويعطيه الصحة والعافية في العمر ويخليه ظهر للكل هذه المبادرة مبادرة ما فيها كلام كل اللي بدفع فيها في خير نعم أولا أن الله يوفقك إن شاء الله وإن شاء الله بتوفق من هجي. هذا إنتاج من الزبار إنتاج طيب واللي تحصله منه اللي حصل منه البكره ولا قعود ولا منه الزمون هاي الطيب يبشر بالخير وكذلك المبلغ اللي بيدفعه بيصير في خير بعد نعم كلها الحمد لله هو طول عمره ما يبادر مبادرة الخير دائما مبادرته ابو حمد مبادره طيبه الله, الله يعطيه الصحه وطولة العمر ان شاء الله فهي المبادره فيها خير للناس اللي بيشترون وكذلك اللي بيشتري بدفع ماله في خساره ماله في ربح بس الاعمال الخيريه وناس محتاجين لها وناس في حاجتها فهذا الشيء اللي الناس مرتاحين منه وكل الناس على فكره حتى المزاد اللي طاف بعد صداء له عند العرب كلهم وكل الناس مرتاحه منه الحمد لله ومن وجوده وهذا بعد وكل مهرجانهم قالوا بيكون هذا صحيح. المزاد موجود فاحنا نشكرهم على البادره وهاي بادره طيبه وعسى الله يطول عمارهم وهم قصروا بكل شيء لكن هذا بعد منفعه اللي ما يلحق بعيد يشتري ولا بنته ولا ويستفيد منها صحيح. يستفيد من بيزات اللي دفعها ويستفيد من من المطيه اللي بيشتريها نعم. نعم. مبادره طيبه يقدمها سمو الامير في دعم رياضه سباقات الهجن شاهدنا في المزاد الاول اللي قام في سباق المؤسس بصقر ملاك خليجيين دخلوا في المزايده وحصلوا على نوعيات جيده كيف ترى هذا المزاد الثاني اللي بيقام ان شاء الله بكره في تمام الساعه الرابعه عصرا بالفعل يا ابو محمد في البدايه نتوجه الى صاحب السمو امير البلاد المفدى على هذا البادر وهذه ايضا من فيض مكارمه على جمهور رياضه سباقات الهجن وامتداد لدعمه الصخي اللي تحدثنا عن المزاد كمزاد نعتبر شيء معروف كمزاد يعني ولكن ريع المزاد هني يعني اليه المزاد او الهدف من المزاد هو اللي يمكن نقدر نعطيه نوع من الخصوصيه وهذه من خلال ريع المزاد اللي هو دعم الاعمال الخيريه فالشخص اللي يدخل في المزايده ويشتري منها الانتاج ام الزبار سواء على مستوى الزمول او حتى على مستوى البكار المفاريد الجعادين ايضا مثل ما تفضل السيد بن غراب يكون في عمل خير وايضا فتح المجال للوصول او اقتناء من هذه السلالات لان هذه ايضا تم شرائها من كبيرة. من الملاك باقيام كبيره وداخله في سباقات حاصله على رموز وعلى سيارات فبالتالي خيره السلالات من ام الزبار تطلع الى يمتلكها الجمهور من خلال هذه المزادات فالاستفاده متواصله او الاستفاده متعدده في في هذا في هذا المجال الشيء الاخر يعني صراحه فكره فكره المزاد يعني من ناحيه ريعة للعمل الخيري يعني صراحه بادرة طيبه ونتمنى انها تستمر وايضا يحذو حذوهم جهات اخرى بعمل هذه المزادات لان ابو محمد يعني اليوم افضال الشيوخ علينا كثيره صحيح. بطبيعه الحال تكدس الزمول وجودا في مكان واحد وعدم انتشارها وتوزيعها على على عامة الجمهور بأي شكل من الأشكال يعني والمزادات على ما أعتقد أنها مسلك طيب اقتناء مثل هذه الزمول يعني مثلا بعير معروف قعود المبتاع ماخذ رمز من سلالة طيبة واصبح يمتلكه شخص من الملاك عرفت كيف بيكون ايضا بيكون بيكون وهم... رافد بيكون رافد أنا اليوم سلمك الله قريب من منطقتي شخص مقتدر او شخص يعني من فاعلين الخير اشترى قعود وكبار قعود تحول هديد ولا بعير من الزمور اللي اللي, اللي طالعه من الريس وبعير معروف ولا, ولا, ولا انتاج فبيكون ايضا بيخف العبء عن المحميه صحيح. الرئيسيه صحيح وهذا شيء طيب ممتاز صراحه صحيح أه ابو علي انت شاركت في المزاد الاول وشريت طماع حاط عينك على شيء في هالمزاد والله ركاب كلها طيبه اللي في اللي في الكتيب ركاب مثل ما تفضل سهيل وابو صقر يعني مشريها بقيمه قاليه وضعت المزاد قيمتها الحين اللي بتوضع يحددها المزاد وطلب الناس على الزمول هذه هي اللي بتحدد القيمه فلو تقارن قيمه المطيه اللي مشتراها بها وقيمتها اللي بتطلع بها بكره فرق شاسع هذه ناحية الناحية الثانية طال عمرك كل السلالات موجودة في هذا الكتيب إذا رحت للطاير سلالة معروفة إذا رحت للشاهين موجود في الكتيب إذا رحت للجلمود موجود إذا تبغي مبلش عز الجيش صحيح كلها ركاب بناتها وعيالها فعلات في الميادين فاللي بيقتني يعتقد السلالات هذه أكيد أنها مستفيد وخصوصا السعر بيطلع سعر مناسب يعني البعير طال عمرك اذا شرح سعد ولا حمد ولا وصقر ولا عبيد ووداه طال عمرك اول شيء استفاد من ضرابه، ثاني شيء استفادوا والناس اللي حوله كلهم وكلها ان شاء الله في موازين حسنات سيدي سمو الامير. امين يا رب هذا خيري وبحمد رب رب عمل خيري وحمد حمد معودنا على الاعمال الخيريه ولا هو غريب عليه العمل الله يطول الله يطول عمل رب هذا رب اللي قام به. الله يطول عمره. امين. اذا مشاهدينا الكرام يبقى لنا التذكير مره اخرى بالتنويه اللي جاء من اداره شؤون هجن الشحانيه وتحديدا انتاج الزبار بان التسجيل للراغبين في الدخول في هذه المزايدات في هذا المزاد الخيري الثاني لانتاج ام الزبار سيفتح باب التسجيل في تمام الساعه التاسعه صباحا وسيغلق في تمام الساعه الرابعه عصرا موعد انطلاقه المزاد الثاني لانتاج ام الزبار بكره ان شاء الله بيكون اليوم الاول من الهجن المعروضة السبعة وخمسين وبعد غد راح يكون إن شاء الله في ذات التوقيت اليوم الثاني من هذا المزاد وعدد الهجن اللي بتكون ثلاثين مطية بنتحدث إن شاء الله في حلقة بكرة عن اليوم الثاني من مزاد إنتاج أم الزبار نشوف الآن مشاهدينا الكرام معكم المنافسات اللي بكرة إن شاء الله بإذن الله بتكون في ميدان الشحانية راح تبدأ المنافسات في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الغد مع منافسات سن الحقائق حيث سنتعرف معكم الآن إذا الجدول نشوفه مع الأخوان جدول المنافسات اللي بكرة بتكون بكرة إن شاء الله الانطلاق الساعة ستة المسافة أربعة كيلومترات التحضير الساعة السادسة صباحا الشوط الأول حقائق بكار وتتواصل الأشواط من الشوط الثاني مع حقائق الإعدان لغاية الشوط العشرين بينما ستكون الفترة المسائية في تمام الساعة الواحدة ظهرا التحضير الساعة 12 ونص المسافة أربعة كيلومترات الشوط الأول شوط الحقائق البكار المفتوح الشلفة فضية و300 ألف ريال الفائز بالمركز الأول الشوط الثاني حقائق قعدان على الخنجر الفضي و200 ألف ريال وتتواصل الأشواط لغاية الشوط العشرين كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله للمشاركين في يوم الغد بكره ابو سعيد المنافسات طيبه شفنا منافسات الحقائق الانتاج لكن بكره ايضا بتكون منافسه مختلفه كيف تراها ابو سعيد والله باكر اشواط الحجايج اشواط مفتوحه ابو محمد يعني حتى ابو محمد عندك انتاج انت تبى تصير في هاي الاشواط مفتوح مفتوح المجال والاخوان اللي شارين مفتوح باتر منافسه بتكون قويه الصباح على السيارات بنشاهد منافسه والفتره المسائيه اشواط الرموز ابو محمد ايضا أن اثاره بتكون في هذا السن وبيكون هناك بيع بعد في هذه الاشواط التسعيره موجوده والاخوان بعد اللي يبال حجه يودها حق السنه الجايه ولا يركضها الختاميات جايه الركض كله طيب ان شاء الله والله يوفق الجميع ان شاء الله امين يا رب العالمين. اذا مشاهدينا الكرام دعونا نتعرف على الاسماء المشاركه والحاضره في الشوط الرئيسي للحقائق البكار. تعرف على الاسماء المشاركه في الشوط الرئيسي على الشلفه الفضيه. نوف صالح بن راشد الدعب النابت براقه ابراهيم بن محسن بن راشد البحيح الجزيره وليد بن محمد بن ابراهيم السيد بغداد سعيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري مهابه عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي سرابه عبد الله بن مبارك بن محمد بن سهيل بالحطم العامري مزنه حمدان بن سيف بن محمد المنصوري مناورة لمحمد بن عبيد بن عيد بن يافور المنصوري سبحه لسعيد بن سهيل بن ذويب العامري نبا لمحمد بن راشد بن علي بن سلعان المري الحجه لعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن محمد الحميري عنفق لناصر بن عبد الله بن ناصر المسند امسيه لمطر بن علي بن مطر الكيبالي اندفاعه لمحمد بن سعيد بن سالم العمري حشيمة لحميد بن محمد بن سعيد بن سالم العمري الضبي لمبارك بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري عرايب عبد الله بن سعيد بن عامر الهاشمي مناورة لمحمد بن مبارك بن جمعة أبو خميس الشامسي مفنودة لعلي بن طويرش بن محمد الوهيبي فن لجابر بن صالح بن محمد بن نصره العامري أضوى لجابر بن صالح بن محمد بن نصره العامري حربه سعيد بن سالم بن هديب العويسي اشتعال لحميد بن علي بن حمود الزرعي طواري لهلال بن عبد الله بن سالم الحوسني 24 اسم تحضر للمنافسه على الشلفه الفضيه الحاضره معنا في الاستديو، كل الامنيات بالتوفيق لكل المشتركين، شوط والله يا حمد رغم انه مع سن الحقائق ولكن له رهبته وله ملته ملتهب الله يوفقهم رب العالمين. الرقم يا ابو محمد يعتبر رقم معقول سن الحقائق 24 حقه شوط رمز دائما متعودين على الحقائق نشوف شوط الرموز من 40 وحول لكن كل اللي قدمت له اللي في رصيدها رمز واللي ثاني على الرمز واللي في رصيدها سيارات واللي رصيدها سبق ويعني السن هذا سن يعني ما يقدم فيه الا مطيه لازم يكون لها لازم يكون لها ماضي خصوصا الجوائز للخمس مراكز الاولى نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق دائما ما اعتدنا نسمع هذه الاسماء خصوصا الملاك بالاضافه الى بعض طبعا تعدد الملاك في في اشواط الحقائق دائما يكون وارد للاعداد السبق اللي موجوده عند الجماعه يمكن من ابرز الاسماء اللي لاحظناها ابو محمد ولا الربع ولا المشاهدين نوف بكره صالح بن راشد بن الدعبة اللي حصلت على الرمز مؤسس بعد طلوع النتائج حصلت على المركز الرابع بس صحيح. جزيره بكره وليد السيد شفناها في المحل السابع سبقت الشوط الاول. شعاره وليد السيد حاطه على يده. شكا نعم. سبقت المحل السابع الشوط الاول وركبها قوي وبعدين احنا بكره لها ماضي طيب. عندنا الله يسلمك مزنه بكره حمدان بن سيف محمد منصوري حصلت على المركز الثاني في المؤسس وسابقه من ايام في ميدان المرموم. ببببب. سابقه في الوثبه. سابقه <applause> في الوثبه. نعم الشوط الاول. نبا بكرة محمد بن راشد بن سلعان سابقه في ميدان المرموم من ايام بعد وسبقتها زينه بكرة بن سلعان الحميري اعتقد هو يمكن تكون عند راعي الرمز نعم. اللي, اللي اليوم خذه عبد الله بن سعيد نعم يستاهلون وطبعا هذه يبين قبلت ان شاء الله طيبه تمنا ان شاء الله بكرة عند قويه بعد ما اسمع بكرة عند الخليفي اي نعم لا تنسى وبكرة ممثل الدوحه مهابه بكره السبوق لها ماضي وعند مضمر بعد له له مستواه عنفق بكرة الناصر بن عبد الله انتقلت ملكية الناصر دعم لشعاره شفناها حصلت على المركز الثاني في مهرجان جائزة زايد الكبرى وعلى المركز الثالث في, في <applause> شو يعني عنفق عن <applause> الله يبو سعيد ما ادري نحن ناصر دوم يجيب لنا أسامي <applause> الغالي <applause> معناها طال عمرك الدلع او الغنجة او الشيء <applause> يعني هي بكره بتدلع تحت السعوديه والله انا عجبني اسمها ابو محمد وهي جاي ثاني <applause> شو اسمها ابو سعيد؟ ورشحت <applause> انا نعم بس نقول بنقول له خف علينا من الاسامي خلى أسامي شويه ناعمه وسلسه يا ابو نعم الظبي بعد بنشوف شعار راعي سوق <applause> ممثل على الظبي بعد بكره السبوق <applause> شعار نشوف السفير <applause> ممثل بفن واضواء كارل بس من جابر بن صالح نعم نتمنى ان شاء الله التوفيق وهو رجل مفاجات في سن المفاجات رجل مفاجات وطبعا رجل يعني له السن صح. هذا صحيح. يعني له السن هذا صحيح. شيء كثير وهذا دليل على حرصه ونظرتهم في هذا السن ونتمنى ان هذا اصعب سن يا ابو محمد في في مستويات الهجن سن الحقائق دائما اصعب سن كون المفاجات حاصله نتمنى من جميع التوفيق نعم بالغراب كم التيم بكره شفنا التيم حنا اليوم م. ست شوط الرمز كان القعدة ست ثانية والبكار ست وخمس, 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 وخمس توقعاتك بكرة الشوط الحقائق المفتوح كسر الست تنكسر بكرة الست إن شاء الله بإذن الله إذا الجو ما فيه هواء نعم لا اعتقد ان الهواء اخف اليوم. الجو الجو تعب اذا اقول لك بعد الجو اكثر عن اللي جبنا انا اتوقع ان الست مكسورات نعم وين ينحسم الشوط ابو صقر من وجهه نظرك؟ والله ابو محمد شوط الحقائق علم عند الله وين ولكن سريع ولكن الاسماء اللي عرقوا عليها الاخوان مثل نوف مثل عنفق مثل بكرات بن الثنتين يعني ما اظن في حد بيترك مساحه الخاصه للمرشحات واللي معروفات شو الضغط شو الضغط اكيد ولازم دائما تظل الخوف من اسوء الاحتمالات <applause> تبعد كذا وكذا مثل ما شفنا اليوم في اللقاء يعني شفنا عنده في المركز الثاني والناس يشوفون على الثاني صحيح. فما تعرف وين فظهرت لك المستوى السمحة المستوى ظهر هو الفارق المستوى ف... بعد الانتشار وتنشر خريطه الشوط على ارضيه الميدان هنا تبدا عمليه جس النبض اولا شو اللي في المقدمه شو اللي من البكار متاخر شو الاداء شو حيويه البكار بس اكثر وضوح بت... سيد ما شاء الله نعم الشوط المفتوح اكثر وضوح من شوط الانتاج صحيح لا لا اسم معروف هذا معروف هذا يعني ف... اسم موجود لكن مثلا مثل عنفق شفناها في كل المشاركات تدخل في حاجز الثلاثي ثانية ثالث على الرمز صحيح آه ومنافسة متواجدة، إذا تكلمنا عن يعطيها شوي من نوع من الأفضلية من ناحية ثبات المستوى صحيح قلنا من مثلا انها تقول سابق وياي ثاني يعني عن بكرة ناصر من ناصر ناصر كانت باسمك حيلة سابقا سعيد الوهيبي فالبكرة عليها. هذه يعني مستواها شبه ثابت صحيح آه باكر ممكن انها تكون لها آه كلمة على ضوء الترشيحات اللي بسلطان. سلطان آه ابو محمد بالنسبة سألتني عن التغويت، التغويت له يسبب أنه اولا الارضيه صح والهواء وكثره السبق في الشوط وعدم التحفظ اي نعم سير الشوط صح. اي نعم تكلمنا كثره السبق وعدم التحفظ شهير. اي نعم بس بكره ما في تحفظ لا تقدم. انا اقول لك شوف نعم. كثره السبق وعدم التحفظ يعني ما يكون الناس هم متحفظين صح. اذا راح تسوق ما يخلونها صح كذلك الارضيه وعوامل الهواء صح نعم هذه اربع اشياء هي نعم هاي تدرس هذه ابو سلطان <applause> <هيد. تصفيق> <ماد. تصفيق> نعم نشوف معاكم مشاهدينا الكرام ترشيحات الخبراء اللي من وجهه نظرهم يعتقدون من هي صاحبه الشلفه بكره، شوف معاكم حمد بن جرحب يذهب مع الجزيره لوليد بن محمد بن ابراهيم السيد سعيد البرطماني عنفق لناصر بن عبد الله المسند وايضا يذهب مع البرطماني عبيد السناري وسالم بن حضيرم بن غراب يرشح مزنه لحمدان بن سيف بن محمد المنصوري. حمد بن بطي الغفلي ايضا يرشح عنفق لناصر بن عبد الله بن ناصر المسند وسعيد بن خالد الشهواني يرشح سبحه لسعيد بن سهيل بن ذويب العامري. هذه ترشيحات الخبراء. تعرف معاكم الان عن الاسماء المشاركه في الشوط الرئيسي للقاية القعدان المفتوح مع سن الحقائق. الاسماء الحاضره في الشوط الرئيسي حقائق قعدان على الخنجر الفضي السيف محمد بن إبراهيم بن راشد بن محسن البحيح الباز لسعيد بن عبد الله بن حمد القبعان المري شاهين عبيد بن محمد العامري السابح عبد الله بن جريو بن محمد بن عمير المنصوري غازي لمنصور بن بن هزيم بن سيف المنصوري كفو لمحمد بن مسلم بالطير بن سهيل العامري، الذيب لمحمد بن بطي بن محمد الحسن المري، شاهين لعامر بن علي بن حمد المحاربي، الغربي لمحمد بن حمد البريص المري، لطام عبد الهادي بن راشد بن علي البريصي المري، راهي لمحمد بن ناصر بن سعيد بن جديد المنصوري، شاهين لسهيل بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري، طريف لمحمد بن حمد بن جار الله المري، مجد لسالم بن حمود بن علي الهاشمي، زعفران لخالد بن سعيد بن راشد العلوي. تايسون لحميد بن طالب بن سالم البوسعيدي، جلمود لحمود بن ثعلوب بن سالم بن حمد الدرعي، مخلف لعلي بن سعد بن جابر النابت المري، جراح لسالم بن محمد بن صالح العامري وبران لمبارك بن محمد بن سعيد العامري عالي لخميس بن علي الراشدي مكرم لحميد بن علي بن حمود الزرعي 22 اسم تتنافس على الخنجر الفضي بخالد أسماء مميزة وأيضا هذا الشوط لا يقل أهمية عن شوط البكار نعم هناك 22 اسم في هذا الشوط راح تنافس بكره على رمز القعدان من الحقائق وكل واحد من هذه القعدان 22 مسجله في هذا الشوط جدير منها تحصل على الرمز وتنتزعه لصالحه وهناك اسامي اخوي سعد يعني اسامي لها منافسات في اشواط الرموز مثل عندك السابح قعود بن جريو ثالث في اللبسه على الرمز وعندك كفو قعود محمد بن سلم الطير ثاني على الرمز وكذلك طال عمرك شاهين العامر بن علي بن حمد المحاربي سيار عنده في مهرجان اللبسة وكذلك الغربي محمد بن حمد البريص المري حاصل على المركز الثالث في المهرجان المؤسس يعني كل قعود من هذه القعدان يعني جدير بأنه يحصل على هذا الرمز وكذلك جلمود قعود بن ثعيلب خامس في, في الكبرى على الرمز ما شاء الله نعم و بن ثعلب شفناه اليوم عندنا هنا انتزع له شوطين في الفتره المسائيه في سن في الاشواط الانتاج ثعلوب نعم بن ثعلوب ويعني راح يكون في صلب المنافسه ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق كلهم واللي بياخذه بنقول له الناموس واللي ما يحالفه الحظ بنقول له هاردلك ان شاء الله في المهرجانات القادمه. نعم التوقيت بكره والله اعتقد انه تنكسر بينكسر حاجز الست مثل ما تفضل بسلطان يعني راح يكون هذا العامل عامل الجو وعامل الدوره وطبيعه الشوط نفسه مسير الشوط اذا كان في تحفظ ما راح يكون في توقيت ولا راح تنكسر حاجز 6 اما اذا كان الدفاع من هو اعتقد انه راح, تحفظ راح تحفظ ست يعني حاجز 6 بكره يعني اتوقع التوقيت من 55 الى 56 يعني في هذا المجال نعم عبيد هناك ايضا اسماء مثل ما قال حمد وكلامه في محله الغفلي بان هذا الشوط اكثر وضوح من اشواط الانتاج لان الاسماء هذه شاهدناها وتعرفنا عليها من خلال مشاركتها في اشواط رموز او حتى مشاركاتها في المهرجانات وفي السباقات المحليه، هذا الشوط على ضوء الاسماء اللي عرج عليها ابو خالد اذا عندك اضافه او كيف ترى المنافسه في هذا الشوط وين بينحسم من وجهه نظرك؟ بالنسبه للحلال طال عمرك في الاشواط المفتوحه سواء كار ولا قعدان اكثرها طال عمرك مبين في مهرجانات ختاميه واكثرها واللي منتقله ملكيته ومعروف انجازه يعني مشري بقيمه لغرض انتزاع الرمز. فشوط القعدان انا اقول انه ما يقل اهميه عن الشوط البكار ويمكن حتى القعدان تكسر تيم الابكار بالنسبه للتوقيت التوقيت الست منكسره يعني بينزلوا على الخمسين 50 50 نعم في البكار والقعدان. لان صراحه الشوط هذا اكثر وضوح سواء في البكار ولا القعدان. بالنسبة للقعدان عندك السابع خامس في سباق المؤسس عندنا ومو بعيد من الاول والثاني والثالث والرابع وثالث في اللبسه وثاني في الكبرى. في القعود هذا مستواه ثابت يعني ثلاث مرات يخوض منافسه ولا يطلع من حيز الخمس مراكز الاولى. عندك طال عمرك كفو ثاني على الرمز في اللبسه، عندك شاهين عنده سياره في اللبسه، عندك الغربي ثالث في سباق المؤسس اللي عند بالرايح وقعود ند قوي. في المؤسس يمكن ما سلم الا في ال متر الاخيره آه. او ال متر الاخيره فبكره بيكون له تواجد وعندك طال عمرك جلمود المملوك لحمود بن ثعلوب خامس على الرمز في الكبرى آه. في القعدان هذه وعنصر المفاجاه وارد سواء في الكبرى والقعدان في القعدان هاي 22 قعود كلها خطيره بكره لانتزاع الرمز آه. ما اعتقد انه بيكون تحفظات خصوصا من الكيلو والنص اعتقد وما راح حد يخلي حد يروح بعيد صحيح وهو يقدر يعني نعم شوف الاسماء ابعدت وراحت صحيح نشوف ترشيحات الزملاء مشاهدينا الكرام على شوط الحقايق القعدان المفتوح على الخنجر الفضي حمد بن جرحب يرشح الغربي لمحمد بن حمد البريصي المري او البريص المري سعيد البرطماني يرشح السابح لعبد الله بن جريو بن محمد بن عمير المنصوري ترشيحين على غازي من بن غراب ومن بن حضيرم للسيد منصور بن الصغير بن هزيم بن سيف المنصوري وايضا ترشيح اخر مع السابح لعبد الله بن جريو بن محمد بن عمير المنصوري للسناري والبرطمان يرشحون السابح حمد الغفلي وسعيد بن خالد الشهواني يرشحون كفو لمحمد بن مسلم بالطير بن سهيل العامري وفي هذه الأثناء يمكن نقول وصلنا إلى الختام ولكن قبل ما نختم نذكر بأن أشواط الرموز بكرة إن شاء الله بتكون في تمام الساعة الواحدة ظهرا فأنتم مدعوون لمتابعة هذه الأشواط الرئيسية بعد ختام الأشواط في تمام الساعة الرابعة عصرا سيكون هناك المزاد الخيري الثاني لإنتاج أم الزبار في ميدان الشحانية في المنصة الرئيسية دمتم في رعاية الله وحفظه من فريق العمل تقبلوا أجمل وأطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته